معايا السيد المستشار محمد عبد الهادي، عضو غرفة عمليات نادي القضاه. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور يا خير بيه. أهلا بحضرتك. سيادة المستشار، ماذا رصدت غرفة عمليات نادي القضاه حتى الآن في العملية الانتخابية؟ والله الحمد لله الأمور تعتبر أقدر أقول لحضرتك مستقرة إلى حد كبير. الملاحظات أو الاستفسارات أو الشكاوى حتى اللي وردت للغرفة بلغت حاليا حوالي 58 شكوى. معظمهم بيبقوا نحو فكرة تعطيل العمل باللجان والتكدس والتزاحم. بس بصراحة خيري بيه اللي بيؤرقنا أكثر هي الشائعات التي يروج لها أحيانا عمدا علشان تضفي على العملية الانتخابية جو أو مناخ غير صحي. زي إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال فوجئنا الصبح، ودي كانت أكثر حاجة لافتة للنظر، المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي راح يجلس بصدفة لجنة، فكان متواجد داخل اللجنة دي بالصدفة أحد السادة المتابعين الأعضاء في منظمات المجتمع المدني وواخد تصريح باسم منظمته من اللجنة العليا. هو الراجل لابس بدلة، شاف المشير عبد الفتاح السيسي أخده بالحضن. نزلت على بعض الشبكات طبعا اللي حضرتك عارفها إن القضاء بأدي قاضي رئيس لجنة وبيحضن المرشح، يبقى فين الحايدة وفين النزاهة وفين وفين، بيقبلهم صدروها لوكالات أنباء عالمية. وهو لم يكن قاضي، هو مش قاضي، هو عضو في منظمة مجتمع مدني وبيتابع. وطبعا تعرف حاجة، كل واحد له انتماء سياسي، ما يعني ما أنا مش ذنبي إن هو لا، ما في واحدة كانت من بتنتخب المشير السيسي وراحت اتصورت مع الأستاذ حمدين بتحبه عادي يعني، وعملت إشارة سيسي جدا. ما أنا بقول لك هتنتخب مين بس بتحترم حمدين كمان يعني. الخوف بقى في إيه؟ إن هم بيحاولوا يزجوا بالقضاء علشان يوحوا للعالم إن العملية ليست شفافة ولا نزيهة. نعم. ناحية تانية للأسف في بعض الشائعات لما بتتضخم بتؤثر على هذا. وعلى سبيل المثال مثلا من الصبح برضو جات لنا شكوى عن لجنة في الساحل في شبرا، القاضية وقيل في الشكوى زعما أن القاضية بتوجه الناخبين. لما استعلمنا من اللجنة العليا تبين أن الزميلة من هيئة النيابة الإدارية حصل تكدس وتدافع شديد داخل اللجنة، والناس بدأت تثور وتتخانق وتتشاجر علشان اللجنة مش شغالة بالشكل المطلوب. طبعا هي لم تواجه هذا التكدس، ما قدرتش تستحمله، طلبت من اللجنة العليا أن ينزل قاضي يساعدها. نزل قاضي يساعدها وبالفعل هي توجهت إلى اللجنة العامة كاحتياطي لأنها مش قادرة تقوم بالعملية الانتخابية. طلعت إشاعة على طول أنها بتوجه الناخبين وتم استبدالها. لا، هو الاستبدال مش عادة علشان توجيه الناخبين. طب هل تم رصد أي قضاء بيوجهوا الناخبين في أي اتجاه؟ حتى الآن صدقني يا خيري بيه مفيش مخلوق يقدر يثبت بدليل واحد إن هناك قاضي أو أي عضو من أي هيئة قضائية أخرى وجهت الناخبين. يعني ما أشيع عن استبعاد أي قادم منذ الصباح حتى الآن، سواء كان داعيا أو محرضا لحساب أحد المرشحين، لم يحدث. طب أنا هقول لحضرتك مثال. في وقعة مشهورة جدا برضو من الصبح اتقال عليها إن في قاضي وهو عضو في هيئة قضاء الدولة في لجنة 23 في محرم بيه أشار بعلامة رابعة وبيوجه الناخبين واللجنة العليا استبعدته. لك أن تتخيل يا فندم أن هذا القاضي أو هذا الزميل مازال موجود في اللجنة، كل ما هنالك حصل تكدس عنده ونزل قاضي من عضو في نادي القضاء يساعده في عملية الاقتراع، لم يستبعد ولم يستبدل ولا حاجة من الكلام ده. الأمور لازم تتاخد بشيء من المنطقية. طب كويس، ما دور حضراتكم في غرفة العمليات في نادي القضاء اللجنة العليا للانتخابات لازم تطمنوا الناس بهذه الطريقة فنمنع الشائعات. صوتك أنا بطمن كل مواطن، إحنا مش محتاجين إن حضرتك تيجي وتروح اللجنة وتدلي بصوتك، وصوتك اللي أنت هتحطه ده هتلاقي في الآخر النتيجة معبرة عنه. طيب إنما نقعد في البيت ونقول أصل اللجان وأصل التكدس وأصل القضاة بيعملوا أصل الكلام ده غير صحيح. سيادة المستشار، إن الناس ما تشاركش. سيادة المستشار، إيه التوجيهات بالنسبة للسادة القضاة النهاردة في حالة هذا الزحام؟ إحنا شايفين محافظات كتيرة ودوائر كتيرة المنوفية قدامي، شبرا، المنصورة، أعداد ضخمة جدا. هل هيلتزموا بالساعة 9 ويقفلوا ولا كل الواقفين هيكملوا التصويت؟ شوف يا فندم، كل مقر انتخابي، وأقصد بالمقر الانتخابي المدرسة، كل مدرسة جواها ناخب الساعة 9 باب المدرسة بتقفل. بعد واحصر الناخب حتى لو كان هذا الطابور ممتد خارج المدرسه، المدرسه اتملت وممتد، يدخلوا كلهم الحوش. ما انت حضرتك عارف ان الطابور ده بيبقى سببه ان انا بدخل الحوش واحد واحد. انما لما تيجي بقى الساعه 9 ادخل الطابور ده كله في حوش المدرسه واقفل باب المدرسه. ما لازم اللي يدي التعليمات ده السيد القاضي الموجود طبعا. وعلى فكره الساده القضاه كلهم متفاهمين هذا، واللجنه العليا قالت لهم الكلام ده، واحنا تناقشنا معاهم في هذا وكله مستعد.
انا بقول لحضرتك مش هتلاقي لجنه طابورها بره والقاضي بيقفل لجنته ويمشي، مش هتحصل. نعم، بشكرك جدا السيد المستشار محمد عبد الهادي عضو غرفه عمليات نادي القضاه.